مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة نبدأها معاكم، نتكلم عن موضوع جديد أكيد بيمس حياتنا اليومية. يمكن دايما بنقول يعني يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، وطبعا في حديث شريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. هنعرف يعني ما هي أبعاد فكرة أن الإنسان يكون له رسالة ويتم استخدامه لفعل الخير في أوجه كتيرة، مش بس العبادات اللي هي بتكون علاقة ما بين العبد وربه، لكن أيضا علاقة ما بين الإنسان في المجتمع وباقي الأفراد، إزاي يقدر يكون شخص مفيد، شخص مساعد لكل من حوله. هنتكلم في هذا الأمر مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ كارم الفقي، هو من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ. يعني طبعا عايزة أستكمل مع حضرتك الحديث الشريف، أو نبدأ به يعني وتستكملهن، وهو: إذا أراد الله بعبد خير استعمله، كيف يكون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من بعثت إلى الوجود مبشرا، وطلعت بالقرآن فينا هاديا، وبعثت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى، بشرا يرى كمحمد بين الورى. فاللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، صلاة ترضيك يا ربنا، وصلاة ترضيه عنا، وصلاة تغفر لنا بها الذنوب، وتستر لنا بها العيوب، وترفع بها أقدارنا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. اللهم آمين. أما بعد، إذا أراد الله جل وعلا بعبد خيرا استعمله، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، وقيل عسله. هذه كلها مرادفات لمعنى الحديث. وهذا يأتي لو وقفنا مع هذا الحديث: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. لما ننظر إلى هذا الحديث، من يحب من؟ الله يحب. من الطبيعي أن يحب الإنسان ربه، لأنه هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي شفاه، وهو الذي بارك له في ماله، وبارك له في صحته، فهذا طبيعي. ولكن الغريب أن ترى الحب يأتي من الأعلى إلى الأدنى، أن ترى الحب يأتي من الأكبر إلى الأصغر، أن ترى الحب يأتي من الخالق للمخلوق، فهذا كبير يعني. يعني قمة الكرم وقمة الفضل والجود منه سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله بقدرته وقوته وجلاله ومكانته يحب عبدا من عباده. يحب من؟ هم كثير، ذكرهم لنا القرآن الكريم، وذكرهم لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى عبادا له، وهذا تكريم آخر من الله جل جلاله، أنه سمى هؤلاء الذين يستعملهم الله جل وعلا في الخير لخدمة الناس ولمساعدة الناس أنهم عبادا له. الله جل وعلا لما أراد أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن سيدنا رسول الله احتراما لمقام سيدنا رسول الله، قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فجعلك الله جل وعلا في هذه المنزلة التي جعل فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يفعلون الخير ويسعون في الخير، فالله جل وعلا يحب عبادا كثرا من عباده. ربنا بيحب ناس كتير قوي من عباده. هؤلاء العباد اصطفاهم الله، الله ورفع الله مكانتهم. تخيلي كده لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. ربنا لما بيحب إنسان بينادي على جبريل، على سيدنا جبريل عليه السلام: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. أنا بحب فلان ده. ربنا يقول: أنا بحب الأستاذة سارة. ربنا يقول: بحب السادة الحج اللي بيشاهدني دلوقتي، وأمنا اللي بتشاهدني دلوقتي. يا رب اكرمنا جميعا بهذا. إني أحب فلانا، أنا بحب ده فأحبه. فيجي سيدنا جبريل بأمر من الله سبحانه وتعالى يحب الشخص ده، ثم ينادي سيدنا جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، يا أهل السماء، يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ربنا يحط له القبول في الأرض. صحيح. القبول إن حضرتك تشوفي إنسان أول مرة تشوفيه فتحس إنك مرتاحة له. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها
تمام. اختلف، تشوفيه كده من اول نظره تقولي ده الشخص ده انا بحبه، او الاخت دي انا كذا. في هذا المقام اني احب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض. مشايخنا وعلمائنا يقولوا والاجمل من الحب ان الله جل جلاله ينطق اسمك بنفسه. ده تخيل مشهد مهيب يعني، او تخيل اعتقد مكانه تانية ممكن الشخص يتحول اليها. يمكن حضرتك ضربت مثل حتى يعني ازاي شكل الانسان لما يكون بعمله عادي وبعد ما يتقرب لربنا فربنا سبحانه وتعالى يحبه، شكل حياته بعد كده هيبقى ايه وتاثير ده عليه ايه. امتى اقدر اقول ان انا بكتشف نقاط جديده في حياتي وعايز فعلا اتقرب بيها لربنا عشان يحبني؟ نعم. نصل لمحبة الله، أكيد كلنا في النهاية عايزين ده. نعم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن أتاني وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه زراعا، وإن تقرب مني زراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ربنا سبحانه وتعالى تعبيرات وتشبيهات عظيمة جدا. أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسك ذكرته في نفسي، ده ربنا اللي بيرد عليك. ربنا اللي بيرد عليك بيقول لك لما هتذكرني في نفسك هذكرك في نفسي. فإن ذكرتني في ملأ، يعني قاعد مع الأستاذ سارة ومع فلان وفلان وفلان، فذكرت الله سبحانه وتعالى. لما أذكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يذكرني في ملأ خير من هؤلاء الملأ، في هؤلاء في حملة العرش وجمع من الملائكة. من الأفضل اللي أنا قاعد معاهم ولا الذاكر سبحانه وتعالى أفضل، والجمع من حول ربنا سبحانه وتعالى أجل وأفضل. فإذا ذكرت أنا بدأت بالذكر، ذكرني سبحانه وتعالى. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا، شبر أما تقرب من ربنا سبحانه وتعالى شبر، فهو الكريم سبحانه وتعالى يضاعف لك هذا الأجر، فيتقرب الله سبحانه وتعالى منك ذراعا، يقرب منك أكثر من المسافة اللي أنت قربت منك بمراحل، مع اختلاف المسافات هنا وهناك عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله بيده ملكوت السماوات والأرض. الله ذكرها لنا ذراعا، ولكن هل الذراع عندنا زي هناك؟ الله أعلى وأعلم، قد تكون مثلها قد تكون فهي أكبر، وإن كانت من عند الله فهو أجل وأكرم سبحانه وتعالى. وإن تقرب مني زراعا تقربت منه باعا، اللي هو لما الإنسان يفرد ذراعاته الاثنين كده ربنا يتقرب أكتر، ولله جل وعلا المثل الأعلى. في ظل الضغوط اللي كلنا يمكن أصبحنا فيها في مجتمعنا في الفترة الأخيرة، إزاي الإنسان يخرج من دائرة إن هو بيعمل فقط من أجل تلبية احتياجاته الأساسية ويدوب بوقته وفلوسه وحياته، وإن هو يبدأ يقتطع من ده كده جزء، أو يعني يخصص جزء من كل ده من وقته وماله وصحته وكل ده لغيره، أو حتى بالتقرب لله من خلال أعمال كتيرة مختلفة؟ إزاي ده أن يشعر الإنسان بنعم الله سبحانه وتعالى عليه؟ وربنا سبحانه وتعالى ادالك وقت، حافظ على الوقت ده وخرج منه لله. يعني ايه خرج منه لله؟ هو الوقت ممكن اطلع منه لله؟ ربنا سبحانه وتعالى ادالك 24 ساعة في اليوم، بتنام كم ساعة وبتشتغل كم ساعة؟ في ساعات باقية، طلع منهم جزء ولو بسيط جدا انك تساعد الناس فيه. كن عونا لهؤلاء المحتاجين فاخرج لهم من وقتك. الله جل جلاله اعطاك من المال الذي لم يكن الا بتوفيقه سبحانه وتعالى. ما هو في ناس كتير بتتعب، في واحد بيتعب ساعتين وربنا سبحانه وتعالى يديله 1000 عليهم، في واحد بيتعب 5 ساعات وياخد 1000. هو ايه الفرق؟ الفرق ان الله جل وعلا قد توفيق لهذا وبارك جل وعلا له في ماله. فمن اراد ان يبارك الله سبحانه وتعالى فليخرج، انفق عليك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث القدسي عن رب العزه حديث من 4 كلمات، يا ابن ادم انفق أنفق عليك. نحفظ الحديث ده ونطبقه. عايز ربنا يدي لك ويوسع عليك اعمل ايه؟ طلع. عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في اللي معاك اعمل ايه؟ طلع من اللي معاك وساعد وادي وقت وصحة وغيره، مش بس لحياتك انت لكن لغيرك، الانفاق في كل صور. بالضبط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغطيين بالفضل والجود والكرم من الله، مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما يا رسول الله؟ قال الصحة والفراغ، الاثنين دول. فطلع من كل حاجة ربنا ادها لك
عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في اللي عندك ويزودك عليه كمان زيادة لا يعلمها من بابي، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وفي النهاية يعني أملا في محبة الله. نعم نعم. يعني مستكملين ومستمرين مع حضرتك ومشاهدينا الكرام مع فضيلة الشيخ كارم الفقي من علماء الأزهر الشريف، مستكملين مع حضراتكم هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل. بنجد ترحيب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، ونستكمل مع حضراتكم حلقتنا مع فضيلة الشيخ كارم الفقي من علماء الأزهر الشريف، وبنتكلم على إن إزاي نتقرب إلى الله لنصل إلى محبته، ودايما بنطلب من ربنا أن يستعملنا في الخير. فضيلة الشيخ، يعني بنتكلم على من أوجه محبة ربنا سبحانه وتعالى لعبده أن يكون نافع لغيره، أن يكون بيساعد لكل اللي حواليه، يكون شخصية يعني مفيدة في المجتمع، مش عايش لنفسه بس. إيه الصور اللي ممكن نتكلم بيها كأمثلة في حياتنا نقتدي بيها ونحس إن لأ فعلا الشخص اللي بيكون عايش لغيره أو عايش وبيساعد غيره مش بس لنفسه حياته بتبقى مختلفة وبيكون ذو قيمة أعلى؟ قالوا قديما: من عاش لنفسه مات قبل موته، ومن عاش لغيره حيا من بعد موته. سيرته بقى بتستمر. بالضبط. من عاش لنفسه مات قبل موته، اللي هو أنا بس ومفيش غيري، حيموت. حيموت فين؟ حيموت في قلوب الناس، لن يذكره أحد من الناس بالخير في الدنيا وهو عايش. ومن عاش لغيره ذكره الناس، أو من عاش لغيره أحياه الله جل وعلا من بعد موته بالسيرة الطيبة زي ما حضرتك بتقولي، بالذكر الحسن، بالدعاء، وهذه حياة من بعد حياة. لما نيجي نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الخير، لما جه ونزل عليه الوحي ورجع لسيدتنا السيدة خديجة رضي الله عنها وهو خايف على نفسه، قالت له وهو بيقول لها: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، ربنا مش هيتركك ولا هيسيبك. طب ليه يا خديجة؟ إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. تصل الرحم قرايبك كلهم في صلة وود بينك وبينهم، بشاشة ومعاملة ومساعدة كل الأمر ده. تصل الرحم وتكسب المعدوم، الإنسان اللي ما عندوش انت بتديله، الإنسان اللي محتاج بتقف جنبه، الإنسان والإنسان والإنسان اللي نزلت به ضائقة انت واقف في ظهره وبتقول له ما تخافش أنا معاك. تكسب المعدوم وتعينه على نوائب الدهر. لما إنسان تنزل به مصيبة أو مشكلة، إيه اللي بيحصل؟ بلاك أنت أول واحد يا محمد يا رسول الله تمد يدك إليه لتخرجه مما هو فيه، تمد يدك إليه لتكون عونا، لأن الذي رباك هو الله جل جلاله. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا سيدنا يعني رسول الله. هذا هو النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يشوف العباد الصالحين بيها في كل الناس، ان احنا نقتضي بسيدنا رسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فنبقى كلنا نماذج مشابهة للشكل او يعني الانسان اللي ربنا عايز يشوفه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. انك تقف جنب انسان محتاج فتساعده من مكارم الاخلاق ولا لا؟ كان العرب قبل الاسلام عندهم مكارم للاخلاق، بعض يعني من الشجاعة والمساعدة فجاء الإسلام فتمم هذا أو أثبت هذا وأتمه وزاد عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد المحتاج، زي ما قلنا في حلقات قبل كده الست العجوز اللي هي كانت في الصحراء فحمل النبي صلى الله عليه وسلم عنها حملها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك هؤلاء الجوعة، الإنسان اللي جعان يجي له سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. النبي في الوقت ده ما عندوش حاجة يساعد بيها، فيجي سيدنا جابر ويقول لي يا رسول، بيكشف عن بطنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبص البطن سيدنا جابر، فيلاقي سيدنا جابر حط حجر على بطنه وربط عليها من شدة الجوع، يعني عشان ما يحسش بالجوع جاب زي أعزكم الله حجر أو طوبة وحطها على بطنه وربط عليها بحبل عشان تعمل بطنه كده. فإذ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول له: يا جابر، إن كان الجوع قد بلغ منك مبلغا، لو أنت الجوع وصل معك للدرجة دي إنك ربطت حجر. ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم الرداء عن بطنه، فينظر سيدنا جابر فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرين. دي فترة بقى أنا عايزة أعرف من حضرتك الفترة دي كانت إيه سبب، يعني هل كان فيه
غزوة أو في حرب أو في يعني ظروف معينة، لأن يعني أنا من أحاديث أخرى أيضا نسمع عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا كان لو أراد ملك السماوات والأرض كان كان لي، ولكن كان لديه خدم وكان لديه يعني حياة عادية، ولكن أعتقد ده كانت في موقف معين أو في فترة معينة. نعم، هذا مر على سيدنا رسول الله وهذا مر على سيدنا رسول الله. نعم. ليكون إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الصابرين. نعم. فإذا أغناه الله جل وعلا أن يكون من الشاكرين، فهذا كان في غزوة الأحزاب. نعم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة، مش الصحابة بس، الأمة، أو يعلم الصحابة والأمة من بعد الصحابة، أن الفقير لابد أن نقف إلى جواره. نعم. الجائع لابد أن نقف إلى جواره وأن نشاركه هذه المعاناة حتى تكون شافعة لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. جزئية مهمة جدا. نعم. أن هو سيدنا رسول الكريم عليه السلام كان يعني هو بنفسه شعر بنفس الأزمة أو المعاناة اللي ممكن يعاني منها أحد غيره. بالضبط كده. ولذلك لما نيجي نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي له حد من الصحابة الكرام اللي وسع الله سبحانه وتعالى عليهم، ويقول له إننا يا رسول الله معايا مال أو معايا كذا أو معايا كذا، أعمل بي إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حال المسلمين وإلى أشد الأمور التي يحتاجها المسلمين، ويقول له ضع هذا في هذا الأمر، زي سيدنا سعد بن عبادة، أي وأفضل الصدقة سقي الماء، اسق الناس مية، أو اعمل كذا أو اعمل كذا أو اعمل كذا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، كما وصفته السيدة عائشة لما سئلت عن أخلاق رسول الله، قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. في الحقيقة مفيش أحلى من الإنفاق ومساعدة الغير ومشاركتهم الفرحة، تبديل الحال من الحال السيء للحال الأفضل، الحال الخير. وده اللي هنشوفه كمان كنموذج حصل بالفعل لما تم توصيل المياه في حملة سقيا المياه في أهالي محافظة الفيوم، وقد إيه ده بدل حياتهم. هذا الإنجاز اللي قامت بيه مؤسسة إكرام قد إيه غير من حياتهم، بعد ما كان يمكن في تقارير بنشوفها قبل كده إزاي كان شكل الحياة لناس. تخيل أنت أي حد حياته متوقفة عن المياه بيكون شكلها إيه؟ طب بعد بقى ما عادت المياه أعتقد يعني عادت الحياة. خلينا نشوف هذا التقرير بيرصد شيء من الفرحة في الحقيقة بعد هذا الإنجاز، ونعود لاستكمال فقرتنا بعد هذا التقرير. وده كمان باب من أبواب الخير. النهاردة إحنا بنحتفل مع أهل القرية والقرى المجاورة، مع أهل العزبة والعزب المجاورة، بإيه؟ بفرحتهم. فرحتهم بإيه؟ بالحاجة البسيطة دي، دي إيدي، ده عداد ركب الوقتي، ودي وصلت مية دخلت للناس دلوقتي، اللي كانوا بيشربوا من هنا بيروحوا يمشوا من 2 كيلو 3 كيلو عشان يجيبوا شوية مية، يا إما يشربوا من الترعة اللي جنبك دي. كنا تعبانين نملى من هنا ونملى من هنا، وعيالنا تروح تدبدب على البيبان ونملى من عندهم، كنا تعبانين. عشان كده مؤسسة إكرام النهاردة شغلنا النهاردة كله نسلم، شغلنا عمالين نسلم تقريبا 50 عداد النهاردة، ب50 وصلة مية، ب50 أسرة منكوبة أو فقيرة أو على قد حالها. النهاردة بندخل عليهم السرور، بندخل عليهم الحياة، بندخل لهم المية اللي هيدفعوا وهيعيشوا حياتهم بها. احنا بنعمل إنجاز. إنجاز يعني إيه؟ يعني احنا كنا هنا أو كان الفريق العمل هنا من الأسبوع الماضي أسبوع، والنهاردة بحققوا الهدف. إيه هو الهدف؟ إن هو توصيل عداد لأي بيت فقير ومحتاج. طب مين اللي بقول فقير ومحتاج؟ إحنا اللي بنقول ولا حضرتك؟ لا، ولا أنا ولا أنت، إحنا بنسلمها في رقبة لجنة مسؤولة، لجنة اجتماعية بتنزل بتعمل بحث، تشوف مين محتاج، مين بعيد عن المية، مين اللي قادر، مين مش قادر. وعشان كده تبرعاتكم أيها الإخوة الكرام إنقاذ للحياة. النهاردة مبسوطين وفرحانين إن أنتوا ركبتونا وصلة مية وجبتونا عداد مية، فرحانين كلنا واللي ركب معنا فرحانين. احنا كنا مصدقين ان انتوا هتركبوا، كل من ركب فرحان ومبسوط، حتى ما يجي على قومه العيل بالليل يقوم يفتح ويشرب، يقوم يفتح ويملى، وكلنا فرحانين. ولا حد جه طالبنا على بفلوس، ولا حد قال لنا عاوز فلوس.
المياه هي الحياة، الماء هو الحياة كما قال الله عز وجل، وكما نكرر دائما وجعلنا من الماء كل شيء حي. أخي الحبيب، أختي الحبيبة، أنت بتصلي وبتصوم في الصيف وبتقوم الفجر تصلي وبتعمل عمره وبتحج وبتعمل عشان ايه كله؟ مش عشان الجنة؟ أنا بقول لك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لك طريق مختصر، كما يقال مختصر ومفيد. عايز الجنة؟ اسقي مية. ده مش كلامي، ده كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الله يصلح حالهم ويبارك فيهم ويخليهم ويكون من حسناتهم ويجعلهم مستورين ويخليهم يا رب. بنجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا، وزي ما شفنا في هذا التقرير لمسنا فرحة حقيقي بعد دخول المياه عند ناس ما كانتش بتوصل عندهم قبل كده، فبالتالي كان حياتهم شكلها مختلف. بالتالي أيضا هذه التبرعات اللي حضراتكم تفضلتم بيها من خلال مشاركة مع مؤسسة إكرام قدرت توصل المياه النقية النظيفة المستمرة وبشكل أدمي بشكل يعني كريم إلى بيوت هؤلاء الأهالي في محافظة الفيوم. هنستكمل مع حضراتكم فقرتنا ومع ضيفنا فضيلة الشيخ كارم الفقي من علماء الأزهر الشريف، وبنتكلم على محبة الله لأي إنسان وإزاي إن هو ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا في الخير. متهيألي مفيش أجمل من كده نماذج إن احنا نشوف تأثير فعل الخير على حد كان فعلا محتاج ده. حضرتك لما نبص للتقرير اللي فات ده والسادة المشاهدين ينظروا معنا بعين الرحمة وعين المحبة، نرى بأن هؤلاء أصحاب هذه البيوت والناس اللي أبائنا وأحبابنا وإخواتنا وأمهاتنا اللي قاعدين في المكان ده، هؤلاء قوم قد أحبهم الله سبحانه وتعالى. إذا أحبهم هما ولا أحبنا إحنا اللي تبرعنا؟ لا، هناخد الجزء الأول من الحديث. الله جل وعلا أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الله جل وعلا حينما يحب قوم يبتليه، أو يحب إنسان فيبتليه، فيصبر هذا الإنسان فيرفع درجته أو ترفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الناس في الأماكن دي أو في البلاد دي صبروا على ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، فرفع الله جل وعلا أقدارهم ومكانتهم. طب إزاي رفع الله جل وعلا أقدارهم ومكانتهم؟ فصوتهم وصل لمؤسسة إكرام، فعرضوا وضعهم على الشاشة وقالوا لهم إخوانكم هنا بينادوا عليكم وبيقولوا لكم الحقونا هاتولنا مية، عشان زي ما الرجل بيقول كنت بخلي أولادي يروحوا على مسافة 2 كيلو يجيبوا مية ويرجعوا، فالحمد لله دلوقتي المية بقت عندي في البيت. فاستجاب له، استجاب لهذا النداء أباء وأحباب وأمهات من كل مكان، فقالوا إحنا هنشارك ونرفع البلاء عن هؤلاء. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى أحب هؤلاء المبتلين، الناس اللي ربنا ابتلاهم دول ربنا بيحبهم، فما بالنا باللي وقفوا ورفعوا البلاء عن الناس دي. صحيح. دول كان عندهم بلاء فربنا أحبهم، حب هؤلاء عشان صبروا على البلاء. طب الحب الأشد لمين؟ للي وقف جنبهم ورفع عنهم البلاء ورفع عنهم المعاناة. رفع المعاناة عن إنسان فقير بيقول لك إحنا بنشتغل يوم وبنقعد 10، بنشتغل على قدنا. المحافظات دي فعلا أحيانا بيحتاجوا يشتروا المياه، فده بالضبط. شيء صعب جدا، يعني لما يكون أنت مخصص من راتبك أو حتى من يعني دخل بيتك اللي ممكن ما يكونش ثابت في كثير من هذه البيوت، يعني مش بس عشان تعليم ولا أكل ولا أي حاجة قد ما أنت بتتكلم على مية اللي هي بالزبط. أساس الحياة. بالضبط. هي النقطة برضو اللي احنا عايزين ننبه عليها يا أستاذة حضرتك، يمكن الرجل اللي كان واقف بيتكلم ده تحتيه بالضبط الخط الرئيسي للمية، بعد الخط التوصيل. المية الرئيسي الدولة وصلت المية، بتقول لك المية قدام بيتك، مطلوب منك انك توصل المية. طب هو مش لاقي، عنده ولد أو اتنين أو تلاتة أو أكثر أو أقل في البيت، وزوجته، وممكن يكون معاه والدته أو والده الناس الكبيرة في السن هو بيخدم عليهم. طب ده عشان يكفي الأسرة دي يبقى عايز قد إيه في اليوم؟ طب تخيل بقى لما يقولك أنا بشتغل يوم وأقعد 10. فقد إيه العمل الخير دوت مهم؟ أنت كفيت الناس دي شر المعاناة اليومية في وقت ومجهود ومال وغيره، أنت وصلت لهم حاجة أغلى حاجة في بيتهم ممكن. بالضبط. كل أب وكل أم شاركوا في وصلة مية هنا، لا مش أنا آسف مش هقول وصلة مية، دي وصلة إلى الجنة.
الله. وصل إلى الجنة. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن اللي بيسقي إنسان له عند الله منزلة وإن شاء الله جزاء الجنة؟ إن من سقى الناس في الدنيا ماء سقي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعني من الحوض الذي ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى طعما من العسل. طب تخيل بقى اللي عمل الحاجات دي كلها هيكون أجره إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. طب نتخيل كده أعزكم الله وأسف على المقارنة، الرجل اللي سقى أعزكم الله والله أسف في الكلمة فعلا، لما سقى الكلب شكر الله لكم فغفر الله جل وعلا له. لا أسف ليه يعني، ده ربنا سبحانه وتعالى كرم الحيوانات، وهناك أسماء يعني في القرآن بأسماء الحيوانات وذكر الكلاب نفسها في سورة الكهف، والتكريم أساسا هو المقصود به إيه؟ الرحمة. يعني إذا كنت حضرتك يعني تتفق معي، الرحمة لا تتجزأ. مش بس ما بين الإنسان والإنسان، ممكن يعني في ناس تكون تكرم قوي وتوسع على أهل بيتها لكن تتعامل مع الخارج بمنتهى الشح والأذية والبخل، وده شيء في الحقيقة متناقض على أي نفس بشرية لديها يعني محبة ورحمة. أيضا برضو بنشوف ناس ممكن تكون بتصلي وتصوم تعمل كل الفروض يعني تماما ولكن منتهى القسوة مع الحيوان. فده المقصود أعتقد، إحنا الدين بتاعنا لحياتنا للإنسانية جميعا. نعم. مش بس للمسلمين فقط. نعم. فزي ما حضرتك ذكرت يعني هو رحمة كده شاملة لكل من حولنا. هو مقصد الاعتذار فقط ان انا يعني بقول ان الرجل لما سقى التشبيه لكن طبعا لكن ده في معنى كبير، كان له عند الله منزلة فدخل الجنة. الله. فما بالك بمن سقى البيوت دي بتربي طيور وبتربي حيوانات. نعم. كويس، عشان يعني تساعد جنب المرتب او الاجر اليوم اللي الراجل بياخده. فما بالك بقى لما يشرب منه انسان واثنين وثلاثه واطفال، فيكون الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ العداد ده، العداد اللي بيلف ده زي ما بيطلع للناس ميه. المساعده عملت ايه يعني؟ مش بس شرب وبيت، احنا بنتكلم على كذا جهه للاستفاده منها. بالظبط، العداد ده هو بيعد للناس هناك، للانسان المحتاج او الفقير كيلوهات ميه. هو خد كيلو اتنين تلاته او امتار ميه، متر اتنين تلاته عشره عشرين في الشهر، وفي نفس الوقت هو بيعد له الامتار الميه، بيعد لك انت اللي اتبرعت حسنات. طب الحسنة قد إيه؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ما من إنسان يحفر بئرا فيشرب منه طير أو إنسان أو حيوان، طير هو الطير ده لو أنا جبت طبق مية ومليته مية والطائر بيشرب هتاخد حسن؟ لا، هياخد قد إيه من الطبق؟ لا يعني شيء بسيط لا يسقي. طب الطبق ده يسقي كم طائر؟ من الطائر؟ طب تخيلي بقى لما إنسان بيشرب وطيور بتشرب وحيوانات بتشرب، هيكون الأجر قد إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ تزرع أرض بتفيد غيرك، صحيح؟ نعم، صحيح. هي وصلة إلى الجنة، مش عايزين نضيع الوصلة والطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض بمبلغ يسير. المبلغ اليسير ده لو وفرنا كل يوم 10 جنيه مع 10 جنيه مع 10 جنيه، هنلاقي نفسنا في آخر السنة عملنا وصلة مية وزياده، وده اجر عند ربنا سبحانه وتعالى مش عايزين نضيعه. صحيح. في الحقيقه حضرتك كمان ذكرت جزئيه مهمه جدا هنتكلم فيها بعد هذا التقرير، فكره هي يعني الجهود البسيطه او المساعدات البسيطه لما تكون مستمره بتعمل تغيير شكله ايه. شكله ايه هو ده اللي هنشوفه في هذا التقرير اللي ايضا بيرصد مزيد من الانجازات في توصيل المياه لاهالي محافظه الفيوم. بعض الاهالي هناك من لم يكن يصل اليهم الماء فيما قبل، اعتقد الوضع اختلف معاهم. خلينا نشوف هذا التقرير. المشهد اللي انا بكلم حضراتكم منه دلوقتي ده بيبقى من اسعد المواقف على قلبي شخصيا. بكون سعيد جدا مش لاني وصلت الميه للناس وفرحتهم ودخلت الخير ده عندهم، لا 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 خالص. انا بكون سعيد لان انا حسيت ان انا فعلا عملت الامانه زي ما حضراتكم طلبتوها، وصلت الامانات زي ما كل ام متبرعه كريمه ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها كتبت على ايصال التبرع اسره اكتر احتياجا. زي ما جالي تليفون من متبرع كريم بيقول لي انا عملت 10 وصلات ميه، شوف لي البيوت الاشد احتياجا. دي السعاده الحقيقيه بالنسبه لي. احنا نشكر اهل الخير اللي ساهموا وانجزوا في المياه، لان احنا ما كانش كنا بنتعب، ما عندناش مياه في القريه بتاعتنا هنا، لان الظروف هنا محدوده. ربنا يكتر من امثالكم ويجازيكم كل خير. فاحنا والله العظيم بجد ما كانش عندنا ميه، والناس كلها كانت بتقاسي من قله الميه.
سعادتي الأكبر إن أنا حاسس إن أنا دلوقتي وصلت أمانة كل متبرع. كل حد قال لي يا ابني المبلغ ده إحنا طلعناه وإديناه أمانة لمؤسسة إكرام علشان واثقين إنك هتوصلها في مكانها. النهاردة أنا حسيت إن الأمانة دي فعلا وصلت مكانها، وأنا ماشي في وسط البيوت وشايف إن أكبر بيت من البيوت اللي وصلت لها أكبر بيت 60 متر ولا 70 متر، يبقى الأمانة وصلت. وأنا ماشي وأنا بسأل فلاقي إن معظم البيوت إما بتعولها سيدة ربنا يعينها يا رب ويقدرها، أو زوجها راجل مريض، أو بيت فيه أطفال أيتام. وأنا ماشي بشوف الحالة الاجتماعية دي بعرف إن فعلا الأمانة وصلت. كانوا بيروحوا طبعا مشوار مسافه بعيده اكتر من 2 كيلو عشان خاطر يملوا ميه، ما كانش فيهم ميه، ويا اما نخبط على الجار، الجار ما عندوش هيجيب لنا منين، فكنا بنضطر ان احنا نمشي علشان خاطر نجيب. وكنا ساعات بنشتري ميه لما كان في ناس بتيجي، كنا بنشتري ميه علشان خاطر ان احنا نشرب. مفيش، كل حاجه مقصره، والرزق هنا محدود لان كل حاجه غلى. يعني اللي شغلنا على قد يا دوب اكلنا، ما عنديش قدره ان انا ادخل، ما لو عندي قدره كنت دخلت، كان ايه اللي يخليني ان انا شقي عيالي وتمشي 2 كيلو عشان خاطر تملى لنا جركن ميه؟ بس مفيش، هنعمل ايه؟ فاحنا بنقول الحمد لله وعايشين لحد ما ربنا قدر اهل فعل الخير وقام فعلا يعني وقفوا جارينا. عملنا وصلات الميه في القريه دي للاسر اللي حضراتكم اشترطتوا علينا الاشتراط ده. انا ما اقدرش اغير التبرع او ابدله، بكون حريص جدا انه يوصل زي ما طلب مني بالظبط. ومش انا اللي بعمل ده لوحدي، ده انا بعمل ده انا وكل العلماء المشرفين على شغلنا في مؤسسة اكرام بينزلوا بنفسهم، وهتشوفوا معايا العلماء وهم داخلين البيوت ويدخلوا كمان الفرحة دي. شكرا ليكم، انتوا اهل الخير اللي كنتوا سبب في الخير ده كله لكل القرية دي، وكرة كتير جدا وكرة اكتر منتظرة تفرح نفس الفرحة دي. واحنا عندنا النهاردة ده يوم عيد، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم. رجعنا لحضراتكم من جديد، وشفنا في هذا التقرير التغيير اللي بيتم بعد توصيل المياه يعني الأسر، واللي فعلا في الحقيقة لسه فيه باقي كتير محتاجين استكمال هذه الوصلات. بالتأكيد فعل الخير اللي حضراتكم بتقوم بيه واللي بتشاركوا بيه من خلال طبعا أرقام اللي قدامكم على الشاشة لجهود مؤسسة إكرام في الحقيقة في العديد من المبادرات والحملات لمساعدة الغير. ولو هنتكلم النهاردة على توصيل المياه وسقيا المياه، فهنتكلم إن في بيوت بالفعل زي ما شفنا في هذا التقرير وصلها المياه، لكن في يعني أكيد ناس تانية في انتظار، واقفين منتظرين تحول حياتهم بعد وصول المساعدات لها. نستكمل مع فضيلة الشيخ كارم الفقي يعني الحديث عن قد إيه عمل الخير بيفرق في حياة أي إنسان بيقوم بيه وغيره. الشكل بيختلف تماما. الشكل فعلا بيختلف، بيختلف من حال إلى حال، من حال سيء إلى حال أحسن، ومن حال أحسن إلى أفضل وأجمل. طب الخير ده أو التغيير ده بيجي إزاي؟ بيجي أولا لما إحنا يكون عندنا إرادة إن إحنا نغير. الإنسان كل واحد في حياتنا لو هو ماشي في طريق يعني فيه حاجة مش كويسة أو معصية لله سبحانه وتعالى، لو فضل مصمم إن هو يمشي في الطريق ده هيفضل ماشي في الطريق ده، وهتكون النهاية أو النتيجة مش كويسة. طب لو حب يغير، لو حب يقرب من ربنا أكتر، شبر مع شبر وزراع مع زراع، الدنيا هتختلف ولا مش هتختلف؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا كده في الحديث القدسي، فغير من نفسك. طب اغير من نفسي بس؟ لو غيرت من نفسك وبس وعشت لنفسك بس، يبقى احنا هنقول انت من الناس اللي بتموت قبل ما تموت، ولكن غير من نفسك عشان تغير حال الناس من الأسوأ الى الاحسن، ومن الافضل الى افضل واجمل. طب ازاي؟ بقد ما تقدر، بمجهود ماشي، بمساعدة ماشي، بصحة ماشي، بوقت ماشي، بمال ماشي. الناس اللي هنا في الفيوم أو في غيرها من البلاد اللي هم محتاجين وصلات مية، الدولة وصلت المية في الشوارع الرئيسية وبتقول لك تعالى اتفضل روح شركة المية وقدم على عداد مية وخده، وانت وجهدك بقى قدم اللي انت عايزه وخد اللي انت عايزه. بس الناس هناك زي ما قلنا قبل الفاصل، الناس مش لاقية وصلت المياه عشان هو يعني ابسط التكاليف الخاصه حتى بالوصل المياه مش متوفره. لا احنا هنقول حاجه، هو عشان يروح بشخصه كفرد يقدم عند شركه المياه ان انا محتاج ادخل لبيتي وصله مياه، وصله المياه هتتكلف 7000 و8000 ويمكن اكتر من كده.
طب احنا ازاي بنعملها في مؤسسة اكرام ب3000 جنيه؟ احنا هنا عملنا حاجة اسمها بروتوكول تعاون بيننا وبين شركات المية. مؤسسة اكرام بيننا وبين شركات المية ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا بدل وصلة المية ما هي ب7000 جنيه او باكثر او باقل قليل، عملنا البروتوكول ده ان وصلة المية او الشركة نزلت وصلة المية من المبلغ العالي ده ل3000 جنيه. لان هو الراجل ده لو سبناه في النهاية هو مش هيوصل مية، ده كمان ممكن يسرق مية، ممكن يستخدم طرق غير مشروع ان هو يحصل على المية. فالدولة وفرت او خفضت سعر وصلة المية من 7000 ل3000 جنيه، ووفرت على الانسان الفقير ده. بس ده يكون ازاي؟ يكون عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، لما زي تتكون الفلوس دي داخل المؤسسة. في الحالة دي المساعدة دي كمان بتجيب الوصلة بتمن اقل. بالضبط كده، تقريبا النص او اقل من النص كمان ب3000 جنيه. 3000 جنيه بتسلمه للشركة، بيستلم عداد المية بتشتغل عنده في بيته، فرحة وسعادة وسرور. يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، أحب عمل إيه يا رسول الله؟ قال سرور تدخله على مسلم. أنا بالله عليك هسأل حضرتك سؤال وهسأل السادة المشاهدين، ده منتهى السرور. ده إحنا لو المية قطعت كم ساعة يعني بنشعر بتوقف حياة. والله فعلا نسأل كل أم من أمهاتنا شايفيننا دلوقتي، وكل ربة منزل يكون في غضب شديد. يعني ده إحنا المية لو قطعت في بيت يوم أو بلاش يوم، 3-4 ساعات في البيت عندك، وانا اسف يعني لو حضرتك ما كنتيش غسلت الاطباق، هتعرف تدخل المطبخ؟ لا. طب تخيلي بقى امهات وناس عايشين كده، ولا اكل هيتعمل ولا نظافه هتتم ولا اي شيء. فاحنا بنتكلم على حياه هتنتشر كامله، صحيح، وامراض هتنتشر. تخيلي وسط الميه دي بتحافظ على الناس قد ايه. صحيح، لو معيشه وحياه هيعيش وهتطبخ وهتعمل من غير ما ان هي كل مره او كل يوم تروح 5-6 مرات او اكتر عشان تجيب ميه وتشيلهم على راسها من مسافه بعيده عشان تستخدمهم لاولادها. نقطه النظافه كمان، ان الميه تكون جايه من يعني مكان مش مكشوفه، مش بتتحرك ميه من مصدر واحد مستمر، ده احنا بنتكلم على صحه. والله يا استاذه احنا كنا من كام يوم بنصور السيدات وهما بيصوروا بيقولوا والله احنا بنستخدم ميه الترع. بجد؟ والله. في ايه يعني، في كل حياتهم سويف. حتى في الشرب؟ لا، حتى في الشرب، ان هم بيحاولوا يجيبوا ميه من هنا يجيبوا ميه من هنا، بيقضوا حياتهم بجزء من ميه الترع في الشرب. انما في الغسيل بيجيبوا ميه من الترع. والله ده فعلا في بني سويف بيقولوا والله بنستخدم ميه الترع في الحاجات اللي هي في الغسيل والتنظيف والحاجات دي. فتخيلي بقى حضرتك لو كل واحده من امهاتنا تقدر تستخدم ميه الترع دي في بيتها. انا كنت قبل التقرير اللي فات كنت بتكلم مع حضرتك فكره ان احيانا الشخص لوحده ممكن ما يقومش بالعمل الكبير ده، لكن لما بيكون مجموعه مع بعض، او حتى هو الشخص نفسه عمل استمراريه كده في يعني مبلغ معين هو كونه عشان او يعني كل يوم بيعمل حاجه، كل يوم بيشيل 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 عشان في النهايه انا عندي هدف اني هساعد اسره معينه هدخل لها، دي طبعا صدقة جارية طول العمر في الحياة وبعد الممات. فقد إيه ده مهم إن الواحد حتى لو في الفترة الحالية ممكن ما يكونش جاهز يقدر يعمل إيه؟ إحنا كنا بنقول قبل الفصل زي ما حضرتك فعلا ذكرتينا، إن الإنسان لو كل يوم حوش 10 جنيه مع 10 جنيه مع 10 جنيه، هيجي في آخر السنة حوش 3600 جنيه، عمل وصلة مية وكمان في 600 جنيه زيادة. طيب لو ما يقدرش، ما هوش قادر إن هو يحوش 10 جنيه، يشرك مع أحد. ممكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا رب درهم، ممكن جنيه في الأجر والثواب يسبق 100,000، رب درهم سبق 100,000 درهم. جنيه بقى أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من 100,000. طب إزاي يا رسول الله؟ لأن اللي تبرع بالجنيه ده أو الدرهم ده ممكن ما يكونش معاه غيره. ممكن حضرتك في بيتك معكش غير 100 جنيه، فتقول أنا هتبرع بعشر جنيه، فأنت تبرعت ب10% من مالك. والرجل اللي هو تبرع ب100,000 معاه ملايين ومليانة لا تعد ولا تحصى. فما نيجي نقارن نسبة وتناسب، ده تبرع ب10% من مالي وده تبرع ممكن ب1%، فأيهما أعظم أجرا؟ العشرة جنيه دي هي مبلغ زهيد جدا، بس خدت نسبة كبيرة من ثروتي أو من مالي. واللي تبرع ب100,000 هو عنده ملايين أو مليارات، ولكن في النهاية هي ما تسويش 1%، فهذا أعظم أجرا عند الله من هذا. وكون إن ده يشترك مع ده في رفع المعاناة، فهذا أكرم وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ده أحلى حاجة في الدنيا. نعم. في الحقيقة هنستكمل حوارنا مع حضرتك ومع السادة المشاهدين بعد ما نروح نشوف هذا التقرير، ونشوف قد إيه التغيير بيتم بجهود حضراتكم في تغيير حياة الناس بشكل أفضل، وقد إيه سعادة بتكون موجودة بعد دخول المياه، روح البيت كده بتختلف يعني. بالتأكيد أيضا الجهود
محتاجين ان هي تستكمل او تتم بشكل اكبر، لان ما زال في اسر محتاجه او في انتظار دورها في توصيل المياه اليها. في الحقيقه مؤسسه اكرام بتقوم بتوصيل هذه الوصلات الوصله الواحده ب 3000 جنيه، وزي ما فضيله الشيخ كان بيدينا المعلومه ان ده بيكون بسعر مخفض عن السعر الحقيقي ليها، ولكن ده بالتأكيد تسهيلا عشان الناس لما تقدر تشارك يكون في عدد أكبر من التوصيل للمواطنين في الفيوم. خلينا نشوف هذا التقرير. سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل تفيد العموم والشمول، يعني ما من دابة على الأرض إلا والماء عنصر من حضرتك 70% من جسمك من المية. طب لو إحنا محرومين من المية زي ما شفنا، والمثل دايما بنقول ليس من رأى كمن سمع، إحنا أي نعم إحنا ما كانش عندنا مية، وإحنا بنشكر حضركم وربنا يصلح لكم حالكم ويقف لكم ولاد الحلال ويعدل لكم ميزان حسناتكم. بشيل الميه على راسي، كنت بروح في كل حته شويه بجيب من مثلا من الباشا، من على كمشين، من هنا من هنا، يعني اماكن بعيده. واكتر حاجه كنت بتتعب فيها كنا بنتعب في الليل، يعني ما كانش بيبقى عندنا ميه في الليل خالص. بنوصل وصلات المية في القرية زي ما احنا شايفين عن طريقك أنت أيها الأخ الكريم. الصك بتاع وصلة المية أو تكلفة وصلة المية بالعداد زي ما شايفين بالاتفاق مع الوحدة المحلية والمجلس المحلي، العداد تقريبا بيكلفك 3000 جنيه. الناس اللي مش كانت لاقية تظبط حالها بالمية أنت دخلت عليهم السرور. الله، وهل هناك عمل أفضل من أنك تدخل السرور على المسلم؟ يعني امكانياتنا قليله وعيشتنا على قدنا، ما نقدرش ندخل اي حاجه زي كده. لا مبسوطه والله، لا النهارده الحمد لله، النهارده حلو الحمد لله، وربنا سبحان الله وتعالى يصلح حالكم ويقف لكم ولاد الحلال وبعدينكم زي حسناتكم يا رب. أفضل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى أن تدخل السرور على قلب مسلم. سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، هو ده عمل الخير اللي بتقوم به مؤسسة إكرام. رجعنا لحضراتكم بعد هذا التقرير، والصدى الجميل اللي شفناه بعد توصيل المياه للناس في البيوت، وده شكله ايه؟ كنا بنتكلم مع حضرتك على ان هذه الجهود ممكن يكون في تضافر كده بين مجموعة من الناس، لو شخص مش قادر ان هو يقوم بالعمل لوحده يعني يجمع مع غيره او يشارك ناس تانية ويتم هذا الانجاز. طيب عايزين نعرف قد ايه المساعدة دي بتفرق بعد كده في حياة الشخص باقي حياته بقى. هو عمل خير هيشوفه في أوجه كثيرة زي إيه؟ ممكن نقول سؤال، هو مين اللي هينتفع بالصدقة؟ الإنسان المحتاج ولا الإنسان المتصدق؟ مين اللي هينتفع أكتر؟ الطبيعي اللي هيسمعنا دلوقتي هيقول الإنسان اللي خد الصدقة. هو بالفعل هينتفع إن إحنا رفعنا عنه المعاناة، إنما الأجر الأعظم والانتفاع الأكبر لمن تصدق. لمن تصدق أن الله جل وعلا يرفع عن هذا الإنسان أمورا سيئة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا صدقة السر إيه؟ تطفئ غضب الرب، وصدقة السر تحمي من ميتة السوء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله جل وعلا أخبرنا وعلمنا أن من أنفق بيمينه أعطاه الله جل وعلا بالأخرى.
يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، اللي هتطلعه دلوقتي هيرجع لك مباشرة، هيرجع لك مباشرة مال، هيرجع لك مباشرة صحة، هيرجع لك مباشرة بركة في الأهل والأولاد والزوجة، هيرجع لك بركة إن ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبك رحمة فتساعد غيرك. هتطلع بجنيه ربنا سبحانه وتعالى هيدي لك 10، هتطلع تنفق من هنا ربنا بيرجعه لك مباشرة. ما تنتظرش، أصل أنت ما تظنش أن أنت وأنت بتطلع جنيه أو اتنين أو تلاتة أو 3000 أنك أكرم من الله. ما تفكرش أن أنت وأنت بتطلع ده أن ده حينقص مالك، أنت بتطلع ده لله سبحانه وتعالى، بتطلع ده عشان ترفع معاناك عن إنسان، فكن على يقين بأنك تعامل كريم سبحانه وتعالى يعطي وعطاؤه لا ينقص من خزائنه شيء، تعطي كريما سبحانه وتعالى ينفق على عباده مؤمنهم وغير مؤمنهم منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، ولم ينقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيئا. فتخيل لما أنت تنفق الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. الإنسان اللي هو بينفق ويتصدق ده بيقول للربنا يا ربي لك الحمد ولك الشكر إنك رزقتني، وعشان انت رزقتني يا ربي انا هطلع جزء من مالي اتصدق به وانفقه على هؤلاء. الشخص اللي بيساعد، نعم، هل بيبقى عنده دي كده مره من باب ان انا بعمل الزكاه المفروض عليا، بادي صدقه عشان ابقى عملت خير، ولا ده بيكون كده سمه في الشخصيه خلاص بيكتسبها وبيقدر بقى يساعد في اي حاجه تانية؟ هقول لحضرتك، هي اصعب مره الانسان يتصدق فيها هي اول مره. ليه؟ لأن الشيطان دايما بيصده عن المرة الأولى، بيصده عن المرة الأولى، بيصده عن المرة الأولى، لأن الشيطان على يقين بأن هو لو بذل وأنفق وساعد الناس، الناس هتدعي له وربنا هيوسع عليه، فهيكون من المساهمين دائما مرة ورا مرة ورا مرة. ليه؟ لأنه ذاق حلاوتها. من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. اللي يذوق حلاوة الحاجة دي يعرف ان هو لابد ان هو يطلع باستمرار. ولذلك هتلاقي دايما معانا متبرعين، انتوا عندكم وصلات ميه فين النهارده؟ احنا في المكان الفلاني انا معاكم. عندكم مساجد فين؟ في المكان الفلاني احنا معاكم. عندكم في ابار فين؟ في المكان الفلاني انا معاكم. في كل حاجه مش هسيبكم ولو لحظه، لان ده بيعود عليا وعلى اهل بيتي، وبيعود عليا في الدنيا وبيعود عليا في الاخره، فانا مش هسيبكم ابدا، انا دائم معكم، دائم التواصل مع الله سبحانه وتعالى بإنفاق جزء من مال الله الذي في يدي حتى يعيده الله سبحانه وتعالى علي مرة تلو مرة تلو مرة. والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، لأنك تعامل كريما سبحانه وتعالى. فأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، طلع من اللي عندك وكن على يقين بأن ربنا سبحانه وتعالى هيعيد لك، بس أنفق وإنت على يقين أن ربنا مش هيضيع لك أجر ولا هيضيع لك تعب ولا هيضيع لك مال، وهيعيد المال ده عليك في الدنيا وفي الآخرة، أجر وحاجة حسية، مال بمال في الدنيا وستر وأجر في الآخرة. من حاجات كتير ممكن تحصل، ورحمة وحاجات كتير أوي كتير فعلا بنشوفها بعد الصدقة. يعني كفاية أن هو زي ما بدأنا في حديثنا مع حضرتك، وكان موضوع حلقتنا هو فكرة التقرب لله بالمحبة، أن ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا. نعم. فده شيء عظيم. في واحد بيطلع الزكاة، واحد بيطلع الصدقة. كويس؟ واحد بيطلع الاثنين. اللي بيطلع صدقة ده قد يكون لا تجب عليه زكاة، هو إنسان بيطلع على قده، واحد تاني بيطلع الزكاة. فربنا بيقول لنا في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مفيش حاجة تتقرب بها ربنا أحب من الفريضة، إنك تؤدي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إنك تطلع الزكاة. فلوس الزكاة اللي هم 2.5% مما أعطاك الله سبحانه وتعالى بعد بلوغ النصاب وحولان الحول. التالتة إن هو وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طلعت الزكاة، علي 1000 جنيه أو 2000 أو 3 أو 10 أو 20 زكاة، بس أنا هخليهم 30، هكمل ال20 دول هخليهم 30، وال10000 الزيادة دول هخليهم صدقة. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا لمن أخرج ولمن تصدق ولمن رفع المعاناة عمن أصابهم أو ابتلاهم الله جل وعلا بشيء
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ربنا يرزقنا جميعا محبته. اللهم أمين. جزيل الشكر لحضرتك فضيلة الشيخ كارم الفقي من علماء الأزهر الشريف، وأيضا الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة لهذه الحلقة، وبالتأكيد شكرا جزيلا لحضرتك. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام، أي مشاركة هتفرق في حياة إنسان، ويعني احنا اتكلمنا على مدار هذه الحلقة على مدى النفع اللي بيعود على الإنسان لما بيقوم بعمل خير أيا كان شكله إيه. أيضا أرقام للتواصل مع مؤسسة إكرام أمام حضراتكم على الشاشة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة. دائما في أمان الله.